جاء من بلاد النيجر الأغدامس الساحرة بحثاً عن لقمة العيش، فنصب طاولته على الرصيف المقابل للمحلات التجارية، ولم يدري أنه سيكون محبوب أهالي المدينة. إبراهيم لسكافي الذي يمتهن حرفة إصلاح الأحذية يفند كل تلك الروايات التي تتحدث عن المعاملة السيئة للمهاجرين في ليبيا. والله ناس ما شاء الله ناس كويسين، كل جماعة فرقة كل جيو قدام يقول ناس كويسين، ما عندهم مشكلة، ما فيش قصر معه في حاجة بسيطة، لكن هذا كل هذا من ربي، كل جيو عندك من ربي. هذا رجاحة عقله وكرمه وهدوءه إضافة جعلت الأهالي يجالسونه ويهتمون به ويسألون عنه ويشاركونه الأعياد والمناسبات السعيدة والحزينة. طبعا هذا صديقي إبراهيم من دولة النيجر ويخدم خياط هنا في البلاد، ما شاء الله معاملة معاه 100% وصديقنا وحبيبنا، فهمت؟ وحتى في العيد الأضحى يعني ذبحوا الأضحية وحسبوه، يعني واحد أفراد مدينة اعتبرناه ولدنا ومنا وفينا، وحتى يعني بضاعته آمن يحط فيها هنا ويمشي يصلي ويرجع يلقى فيها مفيش حد كلمة ولا مسل حاجته. يأمل إبراهيم أن تأتي أسرته من النيجر لتعيش معه في مدينته الجديدة التي حظي فيها بسمعة طيبة تجعله يبدو كأنه مواطن منها. أنا جي قدامس 2012 جيت الروات، ما شاء الله جماعة كويسين معي، ما عندي مشكلة مع جماعة. أتانا خروف دفعنا، ما شاء الله ناس كويسين، ناس طيبين، ما عندهم مشكلة. تو سكول ما شاء الله سوى كويس، ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله لكلها. انصهاره في الثقافة الإغدامسية جعله يترك عدته أثناء وقت الصلاة، وهو متيقن أن لا أحد سيقربها، فما زالت إغدامس تحافظ على الأصالة الليبية العريقة التي فقدها كثيرون خلال السنوات الماضية.